فأنت شرف الشعراء نشامة لربعكم وجزيرتكم. هذا هو التأثير اللغوي الفصيح والبيان الذي أنتج أولئك الشعراء المميزون، فهم أهل للتميز ولا نزكيهم على الله. شاعر لقبه مشاهير المشائخ وعلى رأسهم الشيخ الفاضل ناصر بن جفين، ولقبه مشاهير الشعراء وعلى رأسهم محمد بن طمحي، ولقبه جمهور الساحة الشعرية بسيف الذهب، حيوا معي هذا السيف فهد بن حامد بن عيفان الحسيني بن تبطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والبركة. أول شيء نعزي أنفسنا ونعزي عوانينا وضيوفنا هذا المساء أبا الحارث، ونسأل الله أن تكون آخر الأحزاب. سيف الذهب الحقيقة اسم مسؤوليته كبيرة، ولكن ربعي أبا أحب أبين للأخوان، لأني سألت في كذا مناسبة عن الاسم، وكان فيه بعض الأخوان لأنه سويت مناسبة الهديل وكان يعتقدون أن الاسم عن طريق قبيلة هديل، وأقول للأخوان الحاضرين وأتشرف أمام كمان قبيلة أبا الحارث الآن أن الاسم من قبيلة الحصان الخاصة، وتم تأييده من قبيلة عتيبة على رأسهم الشيخ ناصر بن جبين كما ذكر مقدم البرنامج، وأيضا الشيخ طلال بن مريغان الدعجاني والشيخ حمود أبو هليبة الدعجاني، ومن الشعراء الشاعر محمد بن طمحي الديابي من شعراء عتيبة اللي لهم باع في الساحة الشعرية، وكذلك شاعرنا القادم للمحاورة الشاعر حبيب الزراقي الروقي، وأيضا رفيقنا واللي خوانا هذا المساء وسعدنا به من سبيع الغلبة الشاعر محمد بن ناصر السبيعي. وهذا بما يخص سيف الذهب. بالحقيقة أنا ترى شاعر النظم، لذلك سألني أساس الآن الأخوان يفكرون ليس بشاعر محاورة، وبالنسبة للنظم بديت فيه من ذو صغري، ولكن ما تبعت الإعلام ولا تبعت فيه جني المال. اللي أبغاه من وراء هذا الشعر هو تجارة الرجال، معرفة الرجال وتجارتهم، هذه هي اللي أنا حبيت أني أسعى وراها فقط، وإن شاء الله أني وصلت لها بإذن الله. اسمحوا لنا بالإطالة، يستاهلون الضيوف أبيات في شيلة أتمنى أن تنول إعجابه، وبعد كذا نص القصيدة. أقول باسم سام واخد عيدو من حضر من عتيبة، من هجوس تجمل ما في لا دعاني، مرحبا يا بين الحارث شباب وشيبة، عند بن رادة محمد عريب المجاني، حاتم خديد شيخ ذا عصيته وطيبة، بين كل العرب معروف قاصي وداني، ضيف من أبرك الحزات يوم يجيبه، ينطح التمر والدلة وسمن وسماني، في محل الكرم وعلى الصدور الرحيبة، لا لفا مثل شرواكم يزين المكاني، من ليالى السعد وتعدي ليلى رهيبة، ما يجي زيها بالمملكة ليل ذاني،
من قصدهم لك الله ما يشوف الهواني لا على ما عليك بزور لا على الحارث ولا العتيب غريبة قم وزعى والفزعى رفيعي نشاني قم وزعى والفزعى رفيعي نشاني نلتقي في شباب ما نعرف الغليبة العتيب جدي وانتم سهيل اليماني العتيب جدي وانتم طبعا اتشرف الليله في احنا بضيافه الاستاذ حاتم خديل وصقر عتيبه ومضيفكم اتشرف بالحضور عنده واشكر على حسن الضيافه والاستقبال كما يسعدني ويشرفني ان ارى شيخ قبيله خديل الشيخ حيضه واتشرف بمعرفته وايضا رموز واعيان قبيله خديل الله يسلمك القصيدة تقول يا الله يا مولاي وانت الباري يا عالم بخافي جميع أسراري خالق عبادك من عدم سبحانك رحمتك يا رحمن يا جباري قبل انتخي واعرض مزاين شعري وهف جمر الشعر ووقد ناري سلام والتسليم رده واجب سلام يسبقها إلى ما نشعر سلام والتسليم رده واجب سلام يسبق هيلمان أشعاري شاعر وفي راسي بحور أسجرها تسبق حضوري للمكان أخباري دعاني الشهم الكريم محمد وقبلت كني سيل جاري جاري حضرت من جزل القصيد حضرت من جزل القصيد أرويكم من الزلال ومن جديد أفكاري حضرت من جزل القصيدة الويكم من الزلال ومن جديد أفكاري واسقي بساتين القصيدة العطشة واهدي شهود البحر من محاري في محفل اللي يحتمي ميقاف شيخ وله في كل ديرة طاري في محفل اللي يحتمي ميقاف شيخ وله في كل ديره طاري ابو انس شيخ المكارم فعلا ما له مبارس فالكرم مباري صفقوه يستاهل يا الله من عزوة تاريخها فالعالي عتيبه الهيله ونعم الطاري تشهد سيوف عتيبه المذكوره كل قرا عنها وكل داري من دون قاصر فالقبايل ونعم فالطيب ولا فالسلاح الناري الله يكفينا شر السلاح الناري من دون قاصر فالقبايل ونعم فالطيب ولا فالسلاح الناري ماني مفضل بعضهم عن بعضه ولا حط ذا يمنى وذاك يساري كل القبايل تاج راس وعزة لهم تحياتي وجل كباري لهم تحياتي وجل كباري كما أتشرب رؤية الشيخ مرزوق الشلوي من مشايخ ابن حارث ويسعدوني مشايخ ابن حارث كلهم رموزهم وعيانهم اللي شاهدتهم هذه الليله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحيح لسانك يا سيف الذهب على هذه الكلمات وعلى هذا الاطراء.